سياسي مثير للجدل وعضو بارز بقائمة فوربس الدولية للمليارديرات، كما أصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة وأبرز المشاغبين الذين جلسوا على المكتب البيضاوي. إنه دونالد ترامب الذي ولد في الرابع عشر من يونيو من عام 1946 والحاصل على بكالوريوس العلوم وإدارة الأعمال من جامعة بنسلفانيا، والذي خلف والده أحد أهم الأثرياء والمطورين العقاريين بالولايات المتحدة في إدارة إمبراطوريته المالية من نيويورك. شهدت التسعينيات الألفية الأولى تصاعدا في وضعه المالي وفي شهرته. وتنوعت أعماله ما بين مستثمر وإعلامي وصاحب مطعم ومطور عقاري ومنتج تلفزيوني. انضم للحزب الجمهوري ودخل السباق الرئاسي في عام 2016 أمام هيلاري كلينتون وفاز عليها فوزاً غير متوقع ليصبح أول رئيس لم يخدم بالعسكرية الأمريكية. ولم يكن له نشاط سياسي سابق اصدر ترامب خلال فتره رئاسته عددا من القرارات التي تارجحت بين داعميها ومناهضيها ولكن اهمها مراجعه العلاقات الاقتصاديه مع الصين الشريك المنافس للولايات المتحده كما كان مناهضا للهجره غير الشرعيه بشكل حاد فقام بحظر سفر المواطنين من العديد من البلدان وحول التمويل الفيدرالي نحو بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحده والمكسيك وسحب الولايات المتحده من المفاوضات التجاريه للشراكه عبر المحيط الهادئ ومن اتفاقيه باريس بشان تغير المناخ وكانت الطامه الكبرى باخراج بلاده من الاتفاق النووي كما شهدت فترة حكم ترامب توقيع قرار بتخفيض الضرائب على الطبقة الوسطى كما كان رد فعله بطيئا على جائحة كوفيد-19 وتجاهل أو أنكر العديد أن من التوصيات الصادرة عن مسؤولي الصحة في بلاده وفي عام 2020 خسر ترامب الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن إلا أنه رفض الاعتراف بالهزيمة، وروّج لفكرة حدوث تزوير بالانتخابات، ثم قام بترشيح نفسه مرة أخرى أمام كمال هاريس نائبة الرئيس جو بايدن في محاولة جديدة للعودة إلى البيت الأبيض.